صباح الورد، واهلا بيكم في حلقه جديده من مونتسوري مصر. النهارده هكلمكم عن حاجه انا بحبها جدا جدا جدا، وعايزاكم انتوا كمان تحبوها. هكلمكم عن النخله. النخله حوالينا في كل حته، وكلنا بنشوفه وبنعدي جنبه، بس هل حد فينا فكر اول نخله ظهرت على كوكب الارض ظهرت امتى؟ استعدوا للصدمه. ظهرت من 80 مليون سنة. احسبوا انتوا بقى ده من كام سنة وسنة 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 وسنة، ده من قبل الحضارات كلها. طب انتوا عارفين ان النخلة دي هي سبب وأساس الحضارة اللي احنا فيها النهاردة؟ وان لو ما كانش فيه النخلة كان الإنسان البدائي في بدايته خالص 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 من 7000 سنة كان مات. أقول لكم ليه؟ عشان النخلة دي هي أساس الحياة. النخلة دي كانت زمان رمز الخلود. كان الولد من دول يتولد والنخلة موجودة، ويكبر ويخلف والنخلة موجودة، ويشيب ويموت والنخلة موجودة، ويفضل بقى أولاده وأولاد ولاده وأحفاده. أقول لكم النخلة ممكن تعيش من 100 ل 300 سنة. شوفوا بقى النخلة دي عاملة إزاي. زمان أول لما ابتدت الناس تبني الحضارات بتاعتها كانوا بيختاروا المناطق اللي فيها النخل. أول حاجة علشان كانوا بيأكلوا البلح، والبلح ده كان غذاء بالنسبة لهم، فيه كل المعادن اللي هم محتاجينها، وفيه الحديد وفيه البوتاسيوم وفيه الفيتامينات وفيه السكريات، وسهل تخزينه وسهل إن هم يشيلوه. والنخلة كانت بتستحمل ظروف فظيعة، تقوم رياح والنخلة شامخة، مطرة والنخلة شامخة، صحراء وجفاف والنخلة شامخة، واقفة وبتطرح. فالنخلة دي هي السبب في إن الإنسان قدر يستحمل الحياة البدائية دي. قام الإنسان ابتدى يبص للنخلة وابتدى يستخدم كل قطعة فيها. غير البلح إن هو أكله، ابتدى يستخدم الورق بتاعها. ورق النخلة اسمه سعف، وسعف النخلة دوت بيبقى له كذا شكل. ممكن يبقى شكله عامل زي الريشة كده، وممكن يبقى شكله عامل زي المروحة كده هو. وابتدى ياخد من سعف النخلة دوت ويعمل حاجات كتيرة. دي مثلا معمولة من سعف النخلة، عمل شباشب وعمل معالق وعمل أواني وعمل أطباق وعمل أفف وعمل بردعة وعمل أكياس وعمل حاجات يخزن فيها وعمل حاجات يشيل فيها وعمل حبال. طب انتوا عارفين ان هو خد جذع النخله وعمل بيها سقف بيته، وعمل عواميد عشان يعرف يبني بيت ويحميه ويتضلل؟ طب انتوا عارفين ان هما بقوا بيزرعوا النخله عشان تحتيه ومن الضله بتاعته يزرعوا شجر بتاع خضار وبتاع موالح وبتاع فاكهه عشان يحموا الشجر من الشمس الفظيعه؟ طب انتوا عارفين ان هما خدوا من النخله دي وعملوا قفاص وعملوا قفف وعملوا كل الحاجات اللي ابتدت عليها الحضارة؟ في كمان حاجة حلوة قوي في النخلة. زمان الإنسان كانت ثروته ما بتتقاسي بالفلوس، كانت بتتقاس بهو عنده كام نخلة. يعني اللي كان عنده 1000 نخلة ده كان باشا، كان ملك وعمره ما يجوع، لأنه كان عنده الأكل وكان عنده الشرب. انتوا عارفين عملوا إيه من النخل من النخلة؟ عملوا عسل وعملوا مية وعملوا حاجات كتيرة جدا جدا جدا، هي اللي خلتهم يقدروا يعيشوا كل الفترة دي. من كتر ما النخلة كانت قريبة من الإنسان أطلقوا عليها بنت عم الإنسان. يعني لما يقولك روح اقعد جنب بنت عمك قصده اقعد جنب النخلة. ليه قالوا عليها بنت عم الإنسان؟ قالك النخلة عندها جذع زي الإنسان واقفة كده، وعندها راس زي الإنسان ولو اتقطعت تموت، وعندها قلب جوه الجذع ده ولو خدت صدمة جامدة تموت، ولو السعفة اتقطعت قبل أوانها وقبل ما تدبل وتقع ما بتطلعش واحدة تانية زي إيد الإنسان كده، لو اتقطعت ما تطلعش واحدة مكانها. النخلة في منها ذكر وأنثى، وما يحصلش إن النخلة تطرح غير لما يتم التزاوج بينهم اللي هو اسمه التلقيح. النخلة دي عاملة زي البني آدم بالظبط. في بقى راجل اسمه طالع النخلة أو النخال. الراجل دوت
بيبقى السوبر هيرو بتاع الريف أو القرية اللي فيها النخل ده. هو ده البطل بتاعهم، لازم يكون شاب ولازم يكون قوي ولازم يكون عاقل ولازم يكون عنده سرعة بديهة. تخيلوا إن هو بيروح رابط المطلع ده حوالين ظهره ورابطها من النخلة من الناحية التانية، ويبتدي يطلع ويطلع ويلف لفوق ويطلع ويطلع ويلف لفوق. ممكن رجله تتزحلق، يتصرف إزاي؟ لازم يفكر. ممكن بعد ما يطلع فوق خالص يلاقي تعبان راقد جوه في النخلة علشان عايز يصطاد عصفورة من اللي طايرين، يتصرف إزاي من غير ما يقع ومن غير ما يتقرص ومن غير ما يختل توازنه. طالع النخلة ده شخصية مهمة جدا. راجل بيطلع النخلة عشان كذا سبب، ممكن يطلع النخلة عشان يجيب البلح، وممكن يطلع النخلة عشان يلقحها، وهقول لكم يلقحها دي يعني ايه، وممكن يطلع النخلة عشان يهذبها ويقلمها ويشيل الحاجات الميتة منها عشان يبقى سهل انها تطرح بعد كده. تعالوا احكي لكم بقى موضوع النخلة الذكر والنخلة الانثى. النخلة الذكر بتطلع حاجة اسمها كوز اهو، والكوز بتاعها ده بيكون مقفول، وبعدين كل شوية بتدي يفتح 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 ونطلع منه جواه حاجة اسمها شماريخ. كل شمروخ من دول جواه حبوب اللقاح اللي بتقع عليا دي، والحبوب دي جواها مادة عاملة زي الدقيق، هي دي لما الهواء بيطيرها على النخلة الأنثى بتطرح البلح، بتدي يطلع البلح الصغير. طب افرض مفيش هواء، طب افرض مفيش نحل ينقل الحبوب دي، يروح الراجل رابط نفسه بالمطلع بتاعه ويطلع عند الشجرة الذكر، ويروح قاطع كام شمروخ من دول، ويروح رايح بعد كده عند النخلة الأنثى، ويروح حاطط الشماريخ بالمقلوب كده هو عشان الحبوب تروح وقع جوه الكوز بتاعها ويتم التلقيح وتطرح النخلة بلح. البلح بيطلع في الصيف بس بيقعد معانا طول السنة، لأن هو سهل جدا إن هو يتجفف، وسهل إن احنا نحتفظ بيه، وسهل إن احنا نقول إن احنا هنتغذى بالبلح. زمان استخدموا البلح دوت في العلاج، كان ممكن ياخدوا البذرة ويطحنوها ويخلطوها بأعشاب عشان تعالج العينين، وكان ممكن ياكلوه عشان يعالج ألام القولون، عشان يعالج الإمساك، وعشان يعالج الضعف، وعشان يعالج الجفاف. أنا مش عايزة أقول لكم البلح والنخل أنقذ البشرية سنين وسنين وسنين من أيام قدماء المصريين. كان في راجل باحث وهو بيبص في المقابر بتاعت قدماء المصريين، لقى إن في موميا صغيرة ملفوفة بحصيرة كاملة مصنوعة من سعف النخل، فده معناها إن سعف النخل ده استخدموه من زمان جدا جدا جدا. وكان الرمز بتاعها غير الخلود وغير الحضارة، كانت رمز الانتصار، كان الجيش يروح يحارب والجيش المنتصر كل واحد يمسك له سعفة ويهللوا ويهيصوا بيها في رمز للبهجة والانتصار، ورمز كمان للسلام، ورمز للرخاء، ورمز للعطاء، ورمز للاستمرار والتجدد. النخلة النهاردة غير الرموز دي كلها رمز للشموخ، رمز إنها ما بتتهزمش، ما بتتكسرش، ما بتقعش، وبتستحمل الظروف الصعبة اللي بتمر عليها وتغيير الجو اللي بيمر عليها. النخلة كمان دلوقتي بقت رمز الأجازات، ما حد يقولك إحنا عاملين أجازة جميلة، تلاقي حاطط نخلتين قدام بعض كده وطرحة وجميلة ويقول لك دي رمز الأجازة وعاملين جو جميل واسترخاء واستجمام وأجازة جميلة. عايزة أقول لكم بقى شوية معلومات صغننة جدا عن تكوين النخلة. النخلة ليها جذور كتيرة متشعبة في الأرض، والجذور بتاعتها بتتنفس هواء وبتمص المية وبتمص الغذاء من التربة اللي هي فيها، عشان كده لو الأرض مالحة ممكن تستحمل، لو الأرض فيها جفاف ممكن تستحمل، لو في فيضان ممكن تستحمل. وبعدين النخلة ليها جذع، جذع النخلة دوت مكون من خشب صغير عامل كده وكده وكده وكده، الخشب الصغير ده اسمه كرناف، والناس القديمة المدقدقة بيحسبوا عمر النخلة من شكل الكرناف دوت وكام واحد فوق بعضه. عايزة أقول لكم بقى على حاجة بمناسبة الكرناف ده، انتوا عارفين ان زمان كانوا بيستخدموه بدل العوامات، على رأي كوكو ابني يروح عامل لي كده، ده الكرناف كان عشان بيطفوا بيه في المية. وفوق ده وده كمان كانوا بيستخدموه كمزراب عشان يحطوه فوق السقف ويصرف المطرة عشان السقف ما يغرقش.
بعد ما بنطلع لجذع النخلة دوت اللي ممكن يطول طوله 10 متر لحد 30 متر أو 40 متر. وبعدين بنلاقي التاج دوت هو في اللي فيه الزعف، وهو اللي فيه الكوز، وهو اللي فيه الشماريخ، وهو اللي فيه إن شاء الله بإذن الله صبطات البلح. أنا عايزاكوا تحبوا النخلة وترتبطوا بيها عاطفياً، لأن إحنا مديونين كتير جداً 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 للنخلة. صباح الورد، وأشوفكوا في حلقة جديدة من منتصوري مصر.